تركت ولاء هوساوي عملها في التعليم وتفرغت تماما لمشروعها في فنون الديكوباج بعد ما قدرت تفهم أسرار هذه الصناعة وخرجت من النمط التقليدي وركزت على صناعة المنتجات الخاصة بتقديم الطعام بطرق غاية في الجمال. ولاء اللي صارت تشارك في المعارض والمهرجانات تقدم منتجات ملفتة جدا ومنورتنا في ساعة شباب. أهلا وسهلا فيك ولاء، وما شاء الله عليك، يعني من معلمة إلى صاحبة مشروع فني في الديكوباج، يعني خطوة جريئة باتجاه البزنس. كيف كانت المراحل اللي خلتك تاخذي هذا القرار؟ أكيد يعني كان قرار صعب بالنسبة لك. يا هلا وسهلا، حياكم الله عزيزتي. بالنسبة للقرار والله فعلا كان جدا جدا صعب. للمعلومية يعني أنا يعني صراحة يعني أول ما بديت أشتغل في الفن اشتغلت عرفت الفن ومارسته واشتغلت فيه، وكنت على أساس إني يعني فكرت فيه كبزنس، حبيته فقلت خلاص يعني مع بالإضافة للوظيفة أمارس الفن. بعد فترة اكتشفت اني لا، ما اقدر اوفق بين الاثنين، يا هذا يا هذا اختار. طبعا بالنسبة لي الخيار اللي يعني اللي كنت مياله له وترددت كثيرا في اني يعني اسير على هذا الخيار هو خيار البزنس. يعني كونك انت تترك وظيفة وزي كذا وفجأة تبدأ بزنس، هذا شوي قرار صعب، بس الحمد لله يعني خطوة جريئة اتخذتها وما ندمت اني اتخذتها. أهم شيء انك مبسوطة بهذه الخطوة وعندك حب وشغف كبير لهذا المجال، ويمكن مثل ما شفنا في الفترة الأخيرة ولا كثير من الشباب والبنات كانوا بيستخدموا فن الديكوباج، ولكن أنت شخصيا قدرتي تتعاملي معاه بطريقة فنية أكثر. اشرحي لي الطرق اللي بتشتغلي فيها. ولا تسمعيني؟ الصراحة لا، صوتك يقطع معلش. أنت ما شاء الله عليك ولا تميزتي في استخدامك لفن الديكوباج، فاشتغلت عليه بطرق مختلفة غير اللي شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي واللي استخدموه الكثير من الشباب والبنات، فاشرحي لنا الطرق صحيح اللي تستخدمي فيها فن الديكوباج. صراحة أنا يوم حبيت أبدأ بالفن هذا ما حبيت أبدأ بشيء مألوف، زي ما تفضلت وقلتي إنه هو يعني الأشكال اللي منتشرة عندنا والكل يعرفها أشكال مألوفة ومعروفة، فأنا دائما أحب أخرج عن المألوف. فكرت في اللي هو صواني التقديم. صواني التقديم متعددة الاستخدامات، مو يعني يهمني كثير انك انت لما تقتني شيء من عندي ما تقتني حاجة تستخدمها شيء واحد وانتهينا، لا، تبغى تاخذ شيء تقدر تستخدم شيء يعيش معك اكثر عمر اطول، تقدر تستخدمه لاكثر من 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 شيء، يعني ممكن تستخدمه كصينية تقديم حلا موالح، تقدر تستخدم كصينية تقديم اللي هو الضيافة بيالات الشاهي والقهوة، ممكن نستخدم كستاندات للعطور حتى، وممكن في أشياء عندنا نستخدمها كتحف فنية، مجرد تحطها بمكان وتزين لك تعطيك قيمة تضيف للمكان قيمة جمالية. يعني فعلا شفنا بعض اللقطات على الشاشة هي واضحة كتحفة جمالية ما يحتاج أني أحط عليها شيء. يا سيدة ربي فعلا، فهذه يعني الفكرة من البداية. فاتجهت لصواني التقديم، بديت يعني أول ما بديت صرت أعرض على محلات الحلويات إنه عندنا صواني تقديم كذا وكذا متعددة الاستخدامات، يعني دائما بالعادة نشوف رسم بس رسم مختلف، أنا جاي بفكرة جديدة، مو بس فقط دخلت الديكوباج، لا أنا الديكوباج دخلت عليه فنون أخرى، دمجته مع أشياء ثانية مع خامات ثانية، فصرت أعرض وأودي هنا وهناك والحمد لله يعني ضبط الحال ومشي، لدرجة إنه يعني واحد من محلات الحلويات كان تعاقد معي لسنتين موسمين على التوالي، كان ياخذوا من عندي صواني الحلا والمالح في الأعياد الفطر والأضحى. ما شاء الله وأبدعتي ولا في هذا المجال، فيها والحمد لله كان عليها طلب.
الله يسعدك يا رب، تسلمي. طيب واضح ان الموضوع اخذ مساحه، الله يسلمك يا رب، بعد هالموضوع اخذ مساحه جيده من اهتمامك، هل صارت الفكره بالنسبه لك فن متعه او تجاره اكثر اليوم؟ نقدر نقول 2-1. يعني الصراحه هو شيء فن جدا 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 ممتع، وانا لما ابدا اشتغل ادخل في عالم اخر، عالم من الجمال، عالم من الابداع، عالم من الخيال. يعني ابتدع ابتكر افكار جديده، اشكال اشكال يعني اغرب، كل مره اطلع بحاجه اغرب من المره اللي قبلها، واحاول اني ما اكرر المنتج، يعني الفكره في المنتج، وما اكرر مثلا المنتج لما يكون عندي واحد حبه حبتين فقط، اكتفي بحبه حبتين. يهمني انه العميل لما يقتني قطعه يكون متميز في هذه القطعه. فنقدر نقول زي ما قلت لك 2-1، اني انا استمتع اساسا بالشيء هذا، وفي نفس الوقت يعني تجارة مربحة. تجارة وبزنس، وإن شاء الله أيوة تجارة مربحة، ونسمح إننا إن شاء الله يعني نوصل للعالمية بإذن الله. بإذن الله قريبا. وأنا صراحة شدتني أواني التقديم اللي ابتكرتيها، يعني في مثل هذا النوع من الأعمال الفنية، ولا كيف مثلا بيتم طريقة التصميم وفي نفس الوقت الرسومات اللي بتكون موجودة على الأواني، يعني من وين يجيك الإلهام؟ التخطيط، يعني لدرجة أنت لو تدري جنبي، جنبي على سريري وأنا نايمة ورقة وقلم، فجأة فكرة تطرى على بالي كذا، فجأة أقوم أكتب الفكرة، أرسم الشكل وهكذا. فكان يعني فهو يعني بس إنه مجرد إني أخطط فكرة، أطلع بفكرة غريبة، يهمني إنه ما تكون مستهلكة الفكرة، أفكر فيها، أخطط، أرسم، أصمم، بعد ما أصمم الفكرة أرسمها وأصممها أوديها للنجار طبعا عشان يشتغل عليها ويصممها وينفذ لي إياها. وبرضو عند التنفيذ أختبر المنتج قبل لا أنفذ كمية منه، هل هو ينفع، هل هذه الفكرة تنفع على أرض الواقع أو لا، وكذا بعد نجاح الفكرة أطبقها. يعني قد جاتك أفكار وفشلت قبل كذا؟ إيه الصراحة يعني مو نقول فشلت بمعنى فشلت، بس حسيت إنها غير صالحة. يعني في صواني ابتكرتها كانت حلوة كفكرة، بس لكن كان حجم الصينية صغير جدا. ابدا مو عيب ولا من الفشل، لانه دائما فعلا بشوف الكثير من الناجحين والتجارب الناجحه، ونحن نتعلم فعلا من الفشل ونشوف التجارب الناجحه واللي بتوصل للناس وبتنتشر بشكل سريع وكبير، بتجي اكيد بعد فشل ومحاولات كثيره. وانت ما شاء الله عليك ابدعتي في الاواني، انا اشوفها فنيه الصراحه وما تحتاجي اي شيء، مبدعة فيها. ولكن خلينا نتكلم عن الأسعار. حبيبتي أنت تستاهلي، كلميني عن الأسعار، يعني أعطيني بعض الأمثلة للنماذج اللي نجحت أكثر من غيرها. عندك بالنسبة للأسعار تعتبر أسعاري حلوة متوسطة في متناول الجميع، يعني يعني كيف أقول لك، يعني اغلب الاسعار اللي نجحت الاشياء اللي مشيت، يعني مشيت عند الصواني، عندك مشكله الشموع، الشموع مشيت بشكل مو طبيعي، يعني الحمد لله فكره الشموع يعني كانت جدا ناجحه، تصاميم الشموع عندي كانت مميزه، يعني الشمع صممته على شكل قارب، فالقارب هذا كان في اختلاف من تصميم لثاني، فمو كلها نفس الفكره ولا نفس الديزاين، شيء دخلنا عليه الثيم الشعبي، شيء دخلنا عليه اللي هو النقوش النجدية، بما أننا يعني مشاركين في مهرجان الوليمة حاليا، دخلنا النقوش النجدية وأنا في منطقة الرياض، شيء عندك دخلنا عليه اللي هو
الزخارف الرسومات بالأصح برضو النجدية. جميل، حبيت صراحة. فهي شموع الحمد لله يعني، الله يسعدك. وعندنا منتج الصراحة أوريك إياه الآن. هذا المنتج برضو مرة كان يعني أخذ مأخذ في الفعالية هنا، اللي هو هذا المنتج. فكرة هذا المنتج هو صديق للبيئة. ليش صديق للبيئة؟ لأنه مصنوع من مواد معاد تدويرها، وفكرته يعني الغرض الأساسي من هذا المنتج هو تشجيع إعادة التدوير والزراعة. فعندنا هنا قلم رصاص صديق مصنوع من مواد صديقة للبيئة، في نهايته الجزء الأخضر اللي هنا هذا هنا في بذور. بعد استخدامنا للقلم الرصاص واستهلاكنا له، ناخذ الجزء هذا ونزرعه في الحوض هنا. فنحن هذا القلم الرصاص طبعا هو كمنتج شفناه موجود متوفر بالاسواق، حبينا اننا نوظفه بمنتج من منتجاتنا اللي هو حوض الزراعه. حوض الزراعه عندنا بالاشكال هذه، اشكال مختلفه، شيء دخلنا عليه التيم الشعبي، شيء رسومات برضو برسومات شعبيه. الله. فهذا المنتج اخذ يعني اخذ صيت على مستوى الفعاليه حقيقه، تستاهل. وحبيت اهتمامك بموضوع الاستدامه ولا، واكيد افكارك المبدعه، ونحن نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال، وان شاء الله باذن الله المره الجايه تنورينا بالاستوديو. باذن الله باذن الله. وانت طيبه حبيبتي، الله يعطيك العافيه. الله يشرفني حبيبتي. لنا الله يعافيك. حابه يا عزيزتي، يا عزيزتي حابه اعرض عليك بعض الاعمال عندك. هذه الشمعه مستوحاه، بما اننا طبعا احنا في مهرجان الوليمه وروائح، يعني الحلو انه الزائر بعد ما يخلص من تذوق الطعام وريحه الزفر والزيوت، يجي عندنا يشم الشموع. هذه شموع نبيل برضه هنا عندك، هذه مقدة الثيم النجدي، فكرة الباب النجدي. وهنا عندنا اللي هو الدبابيس النجدي اللي موجودة على الباب النجدي بروائح عطرية مصنعة من مواد خام برضه صديقة للبيئة، زيوت عطرية برضه طبيعيه. جميل، ان شاء الله باذن الله حنزورك في المهرجان، واكيد ان شاء الله المره الجايه تنورينا بالاستوديو، بنطلب منك من الانستغرام. يعطيك الف عافيه ولاء، نورتينا وشرفتينا، شكرا لك. مشاهدينا اكيد مكملين معاكم بعد الفاصل جوله بين كنوز الشعر العربي وتاثيره على الشباب، انتظرونا.